انا دابا تحت الشرجم ديال الوالد الوالده، انا غنشوفهم وهما مساكن ما يشوفونيش. هذا الوالد واقيلا بحال عاق شي شويه، ولكن حيت وحشتهم غنشوفهم مساكن. هذا الوليد وقيل بحال عاق شي شويه. الوليد بحال عاق شي شويه. غادي في بانسو غادي نعملو كفارة بوبيير. وغادي نعمل هاد هايلايتر ديال اوفرا اللي اسمه بليسفو. نزيون اللون ديالو. لاحظت اني فاش كنعمل هالة تحت الحجب كيبان عيني مجبدين شويه، كيبان الحجب طالع. نزيد ندع شويه هنا. البنات اذا كان عندكم نفع عريض ما تعملوش هايلايت بزاف، لانه كيزيد يبين النفع عريض. ولا بغيتو يبان النيف ديالكم شويه قصر عملوا هنايا برونزر او كونتور. غادي نعمل ايلاينر واحد الخط اللي هو رقيق. كحل جا ما هو قري ما هو بني، باش كيبان طبيعي، كيبان بحال الشفرين عندكم كتاف. شحال هادي ما عملت ايلاينر يدي كيترعد. تقدروا تعملوا غير فارا بوبيير. غادي نعمل هاد الماسكارا ديال ميبلين. هادي كتعطي الطول اكثر من الكثافة. الشفار ديالي طوال كيبانو.
الا كيعجبكم السفر طوال. شويه هنا بالنسبه لروج ليفغ كنفكر ما بين هاد الليبستيك ديال لوريال لي ماكارون. كنت شكرتهم بشحال هادي، هادي درجه 828. جا واحد غوز احمر ات ذا سيم تايم، يعني غوز غوج مزيون. وهادو لي غوج ليفغ ديال لي ماكارون كيبقاو مده طويله، يعني كولو شربو نعسو غسلو كيبقاو مزيانين. وكنفكر في هاد غوج ليفغ ديال برايمارك، صراحه كنت حاقراهم بزاف ولكن عندهم لي غوج ليفغ مزيونين. سو غادي نجرب هذا، شحال ما عملت شي لون فاقع. توحشت راسي، عمركم سمعتوا هادي؟ توحشت راسي، شحال ما شفت راسي. هانتوما لا كولور كتبان مزيونه بزاف، كتبان شويه اورانج غير مع الاضاءه اللي عندي اونفاس مع وجهي، عندي بوله صفراء حاليها كنبان انا اصلا كامله صفراء. غادي نعمل شويه ديال الفراجو وصافي سالينا. مل هي هاد بلاش من عند بينيفيت واللي اسمه كوراليستا، جا اورانج بحال هكذا تاليسو تقريبا. ولاحظت ان فاش بديت كنعمل فراجو شحال هادي كنت كنعمل بلوش هنا، دابا رجعت كنعملو هنا من الفوق كيعطي منظر احسن. صافي هذا هو المكياج ديال اليوم. صراحه عملت غير مكياج كنحس بالنفسيه طلعت كي جاكم عادي جدا، ولكن غوج ليفغ واعر. اذا لقيتوا لي ماكارون خذوهم. يلا تهلاو فراسكم ونشوفكم قريبا ان شاء الله.